اختي المشكل ديالي هو هذا واحد السيد انايا سميتها تسجل مع واحد الدريه صغيره. خوت هذا مقطع من الشجره دار واحد الفيديو مع واحد البنت، وهذه البنت اصلا مريضه نفسانيا وقاصر. شوفوا الفيديو ديال امها، غتابعوا قضائيا في الفيديو اللي دار. عندها غير 15 عام وقالت لي وهي مع مريضه عندها امراض نفسيه شويه كتخرج وكترجع، وشحال مره كتخرج ليا كنجيبها، ودابا انا غنتابعو قضائيا حيت تسجل مع الدريه يلا عندها 15 عام ما عندهاش العقل اصلا. هي هذيك الهضره اللي كتقول لا اساس لها من الصح، هي بنتي انا. هي من واحد الناحيه الخوت بنت قاصه كتصور معاها، وبالخصوص انا مثلا هكا كنصور كنطيحو بزاف في هاد المواقف، كنتاكد باللي غادي تمشي فيها. يعني القانون كينصفها، كينصف هاد المراه هي وبنتها، واخا تكون ديك البنت عارفه باللي راه كيصور وقبلها تدوز بنت قاصر تحت الوصايه ديال والديها. يعني القانون غادي ينصف هاد المراه هذه، ولكن تقدر يكون هناك تنازل الى عطى الفلوس بحال هكا كانت رضات بالفلوس والفيديو تحيد تقدر تنازل. المهم نشوفو نكمل. انت انايا انا الدريه مريضه ماشي ما خصوش يسجل مع هاد الشيء ديال انا مسيحيه ولا انا هادي. انا هي ما كت هي اصلا ما عارفاش اش تعني هذيك الهضره، مسيحيه مسلمه ما كتعرفش اش تعني هذه الهضره. انا اللي تنفهم في هذا الموضوع هي راه ما فاهمه في والو، غير قالوا لها قولي راها قالت هذه الهضره. انا سمعتها قالت ليهم تعرضت للاغتصاب، وانا بنتي انايا لا كنت عارفه، انا ما عارفاش بنتي اصلا انا واش شو هذا البلان. دابا قالت لهم تعرضت للاغتصاب، تقدر تكون متعرضه للاغتصاب فري وغادي ينوضوا فيها مشاكل اخرين، وشكون الا كانت بالصح مش تقدر ديها للطبيب، بزاف ديال البلانات يقدروا يوقعوا. اودي شكون سلام بنتي متعصبه او طاري لها شي مشكل حقاش. انا كنت مريضه، انا اصلا عندي السكر مريضه شحال، وانا مليوحه بالدار. دابا هاد السيده اللي سجل مع الدريه الصغيره عندها 15 عام راه ما عارفاش اش كتقول اخوتي، راه ما عارفاش اشنا هي المسيحيه واشنا هي الديانه الاسلاميه، راه ما فاهمه والو. على خصوص ملي الفيديو دار ضجه وتبارطاجي بزاف، وعباد الله تيقول لك شوف هاد البنت هادي حنا في واحد البلاد ديال الاسلام وتتقول لك انا مسيحيه، وهاد الهضره هادي كبيره عليها. زعما اخويا مسيحيه واشنا هي الديانه الاسلاميه، راه ما فاهمه والو. على حتى على حتى من راسها صافي بغات دير بها البوز ولا ما عرفتش كيفاش كيقولوا لي داكشي. اصلا دريه مريضه، اصلا مريضه دريه. شحال مره تنقول لها نديك على الطبيب النفساني كتقول لي ماما اديني ماما اديني، فاش كتخرج كتمشي تخرج وتنخلي شحال من مره تنقلب عليها تنجيب. انا دابا الدريه ما عرفتهاش انايا فين كاين، ودابا الدريه قالت لك اصلا ما عارفهاش فين كاينه. خذ الله يفاجئها وخلاص. هادشي ديال التصوير فيه بزاف ديال الريسك، بزاف ديال الريسك خصوصا هنا في المغرب. حتى انا واحد النهار وقعت ليا صورت مع واحد البنت قاصر، وصراحه مويلحه فهمتي، كتبان في عمرها ديك 18 هكايا، وملي حطيت الفيديو صورت ليا قالت لي خويا عافاك حيد داك الفيديو راه خلق لي مشاكل مع الدار. انا قلت لها لا ما نحيدوش. شويه دوز لي ما دوزت لي ما قالت لي يا ولدي انا تنهضر معاك، هضرت مع زعما هضرت زوين. قالت لي ولدي شوف انا كنهضر معاك ام ديال هاد البنت، وهاد البنت راه مازال قاصر يلاه في عمرها 16 عام. قلت لها واش متاكده خالتي من هاد الهضره؟ قالت لي ولا بغيتي نوصلوا للقانون وتاكد حتى براسك. قلت لها ما بغيتش نخلق لك مشاكل صافي، وحيدت الفيديو عادي. وبنات كبارات وصورت معاهم وحطيت الفيديو، وجاو قالوا خويا عافاك حيد الفيديو راه خلق لينا مشاكل، وحيدنا الفيديو. تا هو ما كنبغيوش نخلقوا مشاكل الناس. تكون تتصور كيدوز شي واحد هكايا هارب على مراجو ولا شي بلان ولا خارج مع شي ساطا ولا هذا، يعني الناس يعني ما تمنويش فهمتي. كتصورو تيجيو عندي في هكا في الجيميل كيقول لي خويا راك غتخلق لي مشاكل تنحيد الفيديو. صافي هذا هو البلان الخوت، يعني النيه ابلغ من العمل. و تنتمناو من الدراري اللي جان وهذا الدراري الناس اللي كيصوروا ولا هذا حاولوا تفادوا هاد المشاكل. بنادم كيدوز غطي له وجهه قاصره بعد منها تتاخذ لوطوريزاسيون من والديها. وهذا ما كان الخوت ان شاء الله.